بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. ان شاء الله هنتعرف في شابتر 20 على النافيجيشن. طبعا عمليه النافيجيشن المقصود بها عمليه الانتقال يا اما من فورم لفورم يا اما من بلوك لبلوك او من ايتم لايتم. هنشوف طبعا ايه قصه النافيجيشن دلوقتي مع بعض. بيقول لي طبعا عمليه النافيجيشن ممكن يحصل نافيجيشن اوتسايد فورم، يعني من فورم لفورم او داخل الفورمه نفسها. اول ما بتبتدي الفورمه يتنقل على بلوك محدد، او من بلوك يروح على ريكورد معين، اول ما يفتح بلوك من بلوك بلوك، او من ريكورد لريكورد، او من ايتم لايتم. دي اللي انت تقدر تعمل عليها عمليه النافيجيشن على مستوى الفورم، او على مستوى البلوك، او على مستوى الريكورد، او على مستوى الايتم. ممكن طبعا تعمل نافيجيشن، تعمل زي مثلا بوتوم صغير كده تدوس عليه ينقلك على فورمه تانية خالص. طبعا ده اللي هو بيقول لي عليه الاوتسايد فورم. طبعا هنا بيقول لي في نافيجيشن صغيره جدا اللي هي نيكست ريكورد. ممكن تعمل بوتوم صغير كده ينزلك الريكورد نيكست ريكورد، او بموضوع السكرول، يعني لما بتضغط على السكرول، او التابات اللي هي اوريدي اصلا بتكون موجوده في التول بار اللي هو نيكست نيكست ريكورد او بريفيوس ريكورد او نيكست ايتم او بريفيوس ايتم. طبعا بيقول لي في تقدر تعمل النافيجيشن بالبروبرتي. طبعا البروبرتي باليت بتاعه العنصر نفسه ممكن تيجي على البلوك تقول لي والله النافيجيشن ستايل بتاعي كذا، البريفيوس بلوك كذا، والنيكست نافيجيشن بلوك كذا. طبعا احنا اوريدي الكلام ده كله خدناه لما خدنا البروبرتي باليت الخاصه بالبلوك. وبيقول لي برضك تقدر تعمل عمليه النافيجيشن دي بالبروبرتي من خلال الايتم. طبعا ده هنا موريني عمليه النافيجيشن على مستوى الفورم زي ما احنا شايفين. بيقول لي ان الفيرست نافيجيشن داتا بلوك هيكون ايه بالظبط، اول بلوك هيتنافيجيت عليه. بيقول لي طبعا في عندك في الماوس نافيجيشن، تمام، ماوس نافيجيشن بروبرتي ممكن تقول له ماوس نافيجيشن يس او ماوس نافيجيشن نو. بالنسبه بقى للتريجر اللي هو هيبقى شغلنا ان شاء الله في الشابترز ده، بيقول لي انت عندك ثلاث انواع من انواع النافيجيشن على التريجر. في بري يعني قبل، وفي بوست يعني بعد. بري يعني قبل ما توصل للعنصر ده، بوست اول ما تخرج من العنصر ده وهتبتدي تروح على عنصر تاني، وين يو انستنس مع بدايه فتح العنصر ده او مع بدايه الدخول على العنصر ده. يبقى انا كده عندي ثلاثه تريجرز ان شاء الله هنتعرف عليهم، اللي هو البري والبوست والنيو اوبجكت انستنس. طبعا الاوبجكت ده ممكن يكون ايتم، والنيو ايتم انستنس او بلوك انستنس. هنشوف الكلام ده دلوقتي حالا اهو، والنيو فورم انستنس، والنيو بلوك انستنس، والنيو ريكورد انستنس، when you item instance. مثال بسيط هنا بيقول لي انت تقدر تعمل عمليه set لاي object سواء form او block او item، تعدل البروبرتي بتاعته اثناء تنفيذ عمليه الران للفورم او عمليه النافيجيت على عنصر معين. يعني زي ما احنا شايفين هنا بيقول لي set ان الفورم بروبرتي ان الفيرست نافيجيشن، يعني اول ما الفورم ران، خلي ان الفيرست نافيجيشن هيكون وليكن البلوك اللي اسمه وليكن order items. هنا مثلا بيقول لي ست ان البلوك بروبرتي، عدل في البلوك بروبرتي اول ما يجي يشتغل البلوك ده، خلي الاوردر خلي البلوك اللي اسمه الاوردرز هيكون order by الكاستمر ID، يعني هترتب بواسطة الكاستمر ID. طب تعالوا ناخد مثال كده يعني في البداية كده ظريف قوي. انا في الحقيقة محضر لكم اربع امثلة بالظبط على القصة دي ان شاء الله، يعني هتكفي كل حاجة احنا قلناها في الشابتر ده. عبارة عن بلوك عادي جدا زي ما احنا شايفين على الديبارتمنتس، ما عملتش في اي حاجة خالص، كل اللي عليه بس عليه بوتوم صغير كده زي ما احنا شايفين. البوتوم ده انا مسميه B1. طب ايه هدفي؟ هدفي دلوقتي اللي انا اول when new block instance، اول لما ابتدي ادخل على البلوك نفسه، تمام، لو زي ما احنا شايفين اول لما ادخل البلوك نفسه هيكون البلوك ده اللي هو اسمه departments هي order by بواسطة الديبارتمنت اي دي. يعني رتب البلوك اللي اسمه departments بواسطة الديبارتمنت اي دي، والorder by بتاعتي هيكون ديسك اللي هي descending. اوكي، وقلتنا هنا post block. يعني ايه post block؟ اول لما تيجي تخرج من البلوك، فبيقول لي بوست بلوك سيت ان الايتم بروبرتي الامبلويز دوت بي 1 اللي هو البي 1 اللي هو البوتوم انيبل بروبرتي فولس، خلي ان الانيبل بتاعه البي 1 دي فولس. لو جيت حاولت فعلا دلوقتي كده اعمل كومبايل ورن،
هنلاحظ هنا زي ما احنا شايفين انا اوريدي فعلا اتفتحت الفورمه. اول حاجه لاحظوها، يا ترى انت تقدر تدوس على البوتوم ده دلوقتي؟ انا بحاول اهو واقف عنده، ينفع ادوس عليه؟ لا. ليه؟ لان انا قلت له ان الانيبل بتاعته ايه، فولس، ما مش هيبقى انيبل، ما حدش هيعرف يستخدمه. اوكي، طب لو عملت كده اكسكيوت كويري، ده بدأ ب 270، رغم ان هو البدايه مش 270، ده البدايه كام؟ البدايه كانت عندي اللي هي 10 و20 وهكذا. طب بصوا كده، لو انا مسحت كلمة اوكي، همسح الكلمة اللي هي بتاع الديسك، طبعا مجرد ما اقوله execute query، ده المرة دي عمل order by اللي هي ascending مش descending زي ما احنا شايفين. كل ما اقوله next فعلا كده ماشي ascending مش descending. اوكي، يبقى ده كده اول مثال عندي، خدت كده اديت لكم تطبيق فيه بسيط على موضوع الست بلوك بروبرتي وست او ست الفورم بروبرتي او ايا كان السيلكت ريكورد او الايتم بنفس الكونسبت بالظبط. اوكي، هيعرفني هنا بيقول لي خلي بالك التريجر على النافيجيشن في عندي حاجه اسمها بري وبوست. اتفقنا بري يعني قبل ما تدخل العنصر، بوست يعني وانت اول ما تسيب العنصر او اول ما تدخل جوه العنصر نفسه. فبيقول لي عندي بري فورم بوست فورم بري بلوك وبوست بلوك بري ريكورد وبوست ريكورد بري تكست ايتم او بوست تكست ايتم. طبعا هنا ده مثال برضك لسه احنا كنا واخدين حاجه زيه، هيخلي ال enable property false، خدنا حاجه فعلا زي دلوقتي. وده بيوريني شكل البري وشكل البوست. البري يعني قبل ما توصل لده، يعني انت مثلا جيت هنا وقلت لي بوست تكست ايتم وهو خارج منه، قبل ما يوصل لده بيطبق اللي هو الايه البري. بيقول لي في بعض طبعا العناصر بنستخدمها البلت انت زي الجو فورم الجو بلوك جو ايتم جو ريكورد نيكست بلوك نيكست ايتم وهكذا. كل دي بقلت انات ان شاء الله مع الوقت هنبتدي نحاول نتعرف عليها على قد ما نقدر. لو لاحظنا هنا في المثال ده بيقول لي if check box changed، لو التشيك بوك ده هنا عايز يعمل نافيجيشن، لما اول اما يعمل التشيك هيروح لايتم معين، ولو ما عملش تشيك هيروح لايتم تاني. فهنا بيقول لي زي ما احنا شايفين if check box changed البلوك اللي اسمه الاوردرز دوت اوردر اندرسكور مود، تمام، على الايتم اللي اسمه الاوردر اندرسكور مود اللي على الاوردر، زين اعمل وليكن حاجه معينه اللي هي جو ايتم محدد، لو لا جو وليكن ايتم تاني او هكذا. هنا دي بس مجرد امثله، احنا ان شاء الله هنشوف امثله اقوى من الكلام ده دلوقتي. احنا كده دي كده الماتيريال بالنسبه لنا، نبتدي نشوف بقى امثله خاصه بينا احنا. لو بصينا على المثال البسيط ده، انا هفتح لكم البلوك طبعا الاول، المثال ده جميل جدا زي ما احنا ما هنشوف كده دلوقتي مع بعض. انا عامل هنا بري وبوست على مستوى الفورم. بصوا هنا اول حاجه قلت له بري، قلت له اف ان الـ ان الـ اف تو تشار السيست ديت، لو السيستم ديت لما تحوله لكاركتر ويكون بساعات ودقائق وثواني، لو كان اقل من سوري لو كان اكبر من الساعة 6، يعني لو الراجل حاول يدخل دلوقتي على الفورم بعد الساعة 6 طلع له المسج دي وريس فورم تريجر فيلر ووقفه كمان وما يقدرش يدخل على ايه على الفورمه، تمام. else غير كده اعمل بقى جلوبال
هو هنا في عندي حاجة اسمها global variable اتعرفنا عليها طبعا في شابتر 14، بس قلنا عليها كلمة بسيطة كده. تمام، global variable هنغطيه بشكل كامل جدا في شابتر 25، بس ناخد اهو فكرة عنه. global variable ده عبارة عن ايه؟ مش variable خاص بالايتم ده او بالفورمة دي او بالبلوك ده، لا ده هوست ايتم جلوبال، حاجة عامة، حاجة variable بتحتفظ بقيمته وتقدر تستدعيها من اي مكان على الفورمة. فعرفت global variable فعلا بالاسم ده زي ما احنا شايفين، وهassign value لي الوقت اللي دخل فيه اللي اتفتحت في الفورمة. اوكي، وبعد كده هعمل post form، يعني وهو خارج من الفورم هيعمل ايه؟ هيعرف متغير وهي assign value يقول لي start work بتاعك الحاجة اللي كانت في الجلوبال، يعني هيقول لي انت فتحت الفورمة في وقت كذا وانت خارج من الفورمة خرجت منها من الساعة كذا. ده كده الهدف من البري والبوست اللي احنا عملنا عليه على مستوى الفورمة. طب بصوا كده مثال بسيط قوي على الهاير دي. انت اليوزر بتاعك انت ما تقدرش تجبله على فورمات مثلا معينه، هو الراجل متعود ان هو بيحط اليوم وبعد كده شهر وبعد كده سنه، هو متعود على الفورمات دي. تمام، فانا هاجي هنا هقول له بري فورم بري تكست ايتم. لو بصيت كده قلت له بري تكست ايتم، بري تكست ايتم سيت ان الايتم بروبرتي الهاير ديت الفورمات ماسك بتاعتها الفورمات اللي اليوزر بيبقى متعود عليها اللي هي دي دي ام ام واي واي واي. تمام، بس الفورمات دي مش الاوريكل، مش هتتسيف كده جوه الاوريكل. امال بتتسيف ازاي؟ بتتسيف بالشكل ده واي واي ام 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 دي دي دي. تمام اوكي، طيب ماشي. طب يعني معنى كده انا عايز اقول ايه؟ يعني معنى كده ان هو هيكتب اللي هو عايزه وهو خارج من البلوك ده هتتحول للفورمات اللي بيفهمها الاوريكل. ده كده القصد من ايه؟ من الجزئيه دي. يعني بدل ما انت ما ترخم على العميل بتاعك وتعمل له مثلا فاليديشنز معينه وتقول له لا لازم الفورمات تكون اليوم الاول وبعد كده مش عارف الشهر والكلام ده كله، لا انت هتريح تقول له اكتب اللي انت عايزه يا سيدي وهي اوريدي هتحول اوتوماتيك. نفس القصه بالنسبه لحته السعر. بص المثال الظريف اللي موجود قدامنا ده، ساعات كتير جدا مثلا يكون في موظف زي مثلا في الشركه مرتبه وليكن مثلا 2000 جنيه. اوكي، طب الموظف ده راتبه 2000، هو في اي بزنس رول في الدنيا تقول ان الموظف مرتبه بيقل؟ اكيد لا. طب انت عايز تمنع حاجه زي كده؟ يعني عايز الراجل اللي هو مدخل البيانات ده لو اتلخبط ولا حاجه بدل ما يكتب 2000 قام كتب 200 مثلا ولا حاجه، فانت عايز تمنع حاجه زي دي. طبعا تقدر تعمل فاليديشن، يعني تقدر تعمل فاليديشن برضك ان هي الشابتر اللي هو شابتر 19 كنت تقدر تعمل فاليديشن، بس انا حتى كمان مش عايز اقعد باخنق عليه واطلع له رسائل ايرورز والكلام ده كله. انا عايز لو هو غلط هقول له بري تكست ايتم قبل ما يبتدي يكتب في التكست ايتم ده هيعمل ايه؟ يعرف جلوبال فاريبل ويحط جوه الجلوبال فاريبل ده قيمه السالري اللي هي اوريدي كانت عملناها عمليه ريتريف من الاستعلام بتاعك. اوكي، طب بوست اول ما يجي يخرج هو حط هنا فاليو مثلا معينه، يعني هو اوريدي عامل جلوبال فاريبل وحطت فيه قيمه سيبها عنده. اوكي، بس الراجل مدخل البيانات كتب وليكن مثلا رقم 200، فقال له هنا اف ان السالري كانت اقل من القيمه اللي موجوده جوه الجلوبال فاريبل اللي هي قيمه السالري القديمه، طلعنا المسج دي وريس فورم تيجرفري هو قفله كمان الفورمه بتاعته. يبقى انا كده فعلا عملت الايه؟ عملت الجزئيه دي. طبعا في طريقه تانية وابسط اللي هي عمليه الفاليديشن، بس انا برضك حبيت اديك مثال على موضوع البري والبوست في حاله زي كده هيبقى شكله عامل ازاي. اوكي، عندنا مثالين كمان هخليهم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم.